صباح الخير عن جديد مشاهدينا مع أولى فقراتنا لليوم، وفقرة مهمة جدا وبتهم كل السيدات يلي بيحبوا يعرفوا كيف تتصنع الشوكولا والحلويات. وكلنا بنعرف أن الشوكولا هي محبوبة الكبار والصغار، وهي المادة الأساسية بالضيافة خاصة بالأعياد والمناسبات. اليوم يا عفاف في مشاريع كتير من الشوكولا للشباب والصبايا، ويمكن هاي المشاريع عم تكون ناجحة ومربحة. أكيد هايدي، واليوم ضيفتنا حولت قطع الشوكولا إلى قطع جمالية بإبداعها وبلمستها الخاصة أكيد، وبهي العلامة الفارقة اللي ظلت هي بتميزها بمشروعها وبصناعتها للشوكولا. اليوم رح نتعرف على مرام فرحو اللي هي صاحبة هذا المشروع من الشوكولا، وحولتها لقطع احترافية وجمالية كمان طعمه غير شكل اكيد. صباح الخير مرام. صباح الخير. يسعد صباحك مرام. صباحك. كل عام وانتي بخير. مرام، خلينا بدايه نتعرف على حضرتك وكيف بلشتي بمشروعك. هلا انا بلشت بالمشروع تقريبا له شيء 3 سنين او 4 سنين. طبعا اكيد هي بتبلش فكره، ما بتكون كثير الواحد واثق منها انه بده يطورها او لا، بس مع الدعم ومع الممارسه، وأكيد بده يكون الشخص بيحب هذا الشيء، فبتستمر القصة وبتكبر. تمام. خلينا مرام نتعرف من حضرتك، يعني أنت اليوم مزجتي الأشكال والإبداع وصار يمكن لإلك بصمة خاصة، يعني من قطعة الشوكولا نحن بس نشوفها أو زباينك مثلاً هي شغل مرام. خلينا نحكي عن الطعمة، هل هي قريبة للشكل، يعني نفس جمال الشكل، شو المكونات الأساسية، أو دائما بيكون لكل خلطة سر؟ يعني سر صغير. خبرينا. هو ممكن أهم شيء لحتى الواحد يقدر يتميز بالقصة أنه يكون في جودة المواد، ومثل ما أنه هو الشكل مهم أكيد هي كمان الطعمة مهمة، فبحرص دائما انه تكون المواد ذات جوده عاليه جدا لانه دائما تنال رضا الاخرين. اكيد اليوم يمكن عم تتعدد هي النكهات، عم بيكون في منافسه بايجاد نكهات جديده. خلينا نوضح شو اللي قدمتي بهالخصوص ضمن مشروعك. اي اكيد هلا في منافسه، هي هذا الشيء دائما، وكل واحد بضيف بالنهايه من لمسته. يعني انا كثير بحب انه يكون الواحد جريء شوي بخلط المواد بالنكهات، يجرب اشياء ممكن ما يتجرأ انه بالعاده يجربها، وهذا الشيء اللي بيعمل التميز، انه الواحد يكون عنده شوي جرأة بالتجارب الجديده. اكيد. يعني نحن هلا عم نشوف من شغلك اليوم بعد القطعة اللي جايبتينا اياها على الاستوديو، خلينا نعرف منك مرام اكثر. وقت انت عم تستخدمي مواد متعدده، في ناس يمكن عندها حساسيه او ما فيها تستخدم كمان السكريات زياده، في عندك اصناف بتناسب جميع الاذواق او أكيد. الناس يلي مثلا شوكولا دارك، يعني اينو المطلوب اكثر؟ اكيد اكيد. هلا هي الشوكولا دارك حتى لها نسب مثل ما حضرتك ذكرتي، في اشخاص ما بيقدروا على السكر بالمره، فبتكون محلايه بسكر ستيفيا او مواد طبيعيه اكثر، وطبعا هذا اكيد بيكون حسب الطلب، اكيد بنراعي حساسيه ممكن اللاكتوز بتكون انه ما في حليب، معناها بدنا نلجا لشيء ثاني. اكيد. طيب خبرينا اكثر اليوم كيف بتم التصنيع، يعني نتعرف نحن والمشاهدين على المراحل، قد ايه بتمري بوقت بمجهود لحتى تطلعي بقطعه الشوكولا. اكيد اكيد. هلا هي الشغله هي ممتعه بس بنفس الوقت كمان ما انا سهله كثير، مثل ما بنعرف انه الشوكولا بدها تتذوب لانه الماده الخام بتكون اساسا بلوكس كبيره، حتى عم نشوف اشكال بتخص الميلاد، يعني تمام. بتشتغلي حسب الطلبات او أكيد. حسب المناسبات، وضحي لنا اكثر. اكيد تمام. هلا بالنسبه لهي الشجره هي كثير كانت لذيذه بهذا الموسم، بحب دائما انه شو حسب المناسبه او حسب الفصل حتى اللي عم نمر فيه تكون الاشكال والطعمات والحشوات وهالقصص هي. تمام. طيب مرام اليوم يعني اكيد في عندك زباين محددين، ولكن ما بيخلى الامر للمزيد من التطور والاكثار من الزباين. اليوم انت كيف بتقدري تسوقي لمشروعك عن طريق السوشيال ميديا اكثر شيء؟ كيف عم تسوقي؟ هلا اول ما بلشت الشغله هي اكيد السوشيال ميديا حاضره،
وهي منصة تسويقية سهلة وحلوة. بس مؤخرا بلشت العالم تخاف شوي موضوع الشراء اونلاين، ما تكون القصة مطابقة للصور، او احيانا الشكل بس حلو بس طعمه مو طيبة. فكمان في بهاي الفكرة البازارات، وجودنا بالبازارات العالم عم بتشوف على ارض الواقع وده. طيب بس اذا بانك يعني اللي ضايقين من شغلك اكيد راح يمدحوا بشغلك ويعلقوا انه اكثر. اكيد. طيب كيف كان تفاعل الناس واقبالهم على الشوكولا؟ خبرينا اكثر عن الاجواء، الناس شو بتطلب اكثر شيء؟ هلا هو بمجرد ما يذوقوا اول لقمه وهيك يغمضوا عيونهم وينبسطوا، فانا خلص هون كثير انبسطت ووصلت الفكره يعني. حسب طبعا هن شو طالبين. احيانا ممكن الواحد يكون حاطط فكره معينه بباله، بس لما يشوف خيارات ثانيه بيقتنع كمان بالاشياء الثانيه اللي مو خاطرت له. اكيد. يعني هلا موسم اعياد ومناسبات، واكيد المنافسه شديده كلها على الشوكولا. يعني هذا كمان فيك تسميه موسم الشوكولا. كيف عم تقدري انت تنافسي العالم الثانيين، او شو هي بصمتك الخاصه يلي موجوده؟ هلا اول شيء المنافسه شغله ضروريه وشغله مفيده للشخص لحتى يتطور، بس انا بحب كل شخص ينافس نفسه بالماضي. يعني مثلا بفتح الانستغرام بشوف الاشياء اللي انا عملتها الكريسماس الماضي وبحاول اطورها واشتغل عليها. البصمه ممكن تكون بالشكل الترندي هلا العصري اللي صاير هلا، مثل مثلا هدول بهارات الشوكولا، شغله كثير لذيذه انه تكون طعمه طيبه ولوحه يعني. وكل طبعا كل شخص له بصمته فيها. من وقت ما بلشتي يمكن مشروعك لحد هي اللحظه، شو اللي تغير اليوم ضمن شغلك؟ شو اضفتي شغلات جديده اليوم للمشروع؟ اكيد هلا الباكجينج نوعا ما اختلف من الماضي لهلا. الطعمه ضليت محافظه عليها بشكل يعني مستمر ولازم حتى تتحسن. وشو اسمه الحشوات، الاشياء الجريئه الثانيه اللي لازم نحن نشتغل عليها. ما مثل شو الحشوات؟ خلينا نوضح شو الحشوات اللي عم تتبعيها اليوم. تمام. هلا ما انه نضل بنفس المجال تبع الحشوات التقليديه، كراميل، شوكولا، فواكه، كذا، ممكن نحن نحاول نخلط اشياء غريبه مثل الرنفول، مثل القرفه، مثل التوابل، النكهات العربيه، بالذات مثلا بالمواسم اللي بتكون فيها الاعياد، يعني موسم الاعياد، فحلوه الشغلات تكون غريبه شوي. اكيد اكيد. عندك خطط للمستقبل مرام؟ انت حابه تكفي بهذا المشروع ولا عندك مشروع ثاني بنفس المجال تقريبا؟ لا هلا اكيد ان شاء الله. واحده من الامور المهمه انه الواحد يضله شغال على مشروعه ويهتم فيه مثل لو انه هو ابنه الصغير. طيب شو عم تخططي بالنسبه لمشروعك؟ هلا ان شاء الله ممكن مع الايام الواحد يقدر يعمل براند خلص يتفرد فيها، وانه بتبطل شغله بسيطه يدويه بمطبخ البيت، ممكن ان شاء الله نتوسع اكثر ان شاء الله يا رب. يمكن اليوم اي شخص حابب انه يبلش بمشروع بيكون خايف اليوم من الفشل او انه ما ينجح بهذا المجال، كيف تجاوزتي هي الفكره؟ هلا هو الخوف موجود دائما، يعني بالذات بالمنافسه القويه يلي بتكون، فبيخاف الواحد ما يكون له مكان بالسوق، السوق الشوكولا مثلا. بس انه بده يضل عنده ايمان بالشيء اللي بيقدر يعمله، ويكون يتخطى هاي المرحله، يعني يحاول ما يفكر فيها كثير يعني، لانه حتكون موجوده اكيد. طيب خلينا كمان ناخذ اسرار منك مرام. اليوم مثلا شو اللي بيميز قطعه مرام عن غيرها؟ كيف نحن مثلا انا اذا اكلت قطعه شوكولا بعرف انه هي من شغل مرام؟ هلا انا كثير تميزت بالشوكولات دارك، ويمكن لانه انا بحبها اكثر شيء فبهتم فيها اكثر شيء. فهي الشوكولات دارك عندي كثير مميزة وطيبة، وفعلا لما بيدوقوها بحسوا انه هون شغلة كثير. هي بيخافوا العالم من موضوع الدارك انه تكون مرة، صحيح. بس لا، هي فيها نسبة السكر هي كثير مدروسة ومناسبة، فبتكون دارك يعني نوعا ما صحية بس بنفس الوقت طيبة، واللي بتعطي سعادة وبتعدل المزاج. أكيد. أكيد. طيب اليوم أكيد يمكن في عندك صعوبات بهذا المشروع أو بالظروف المادية الصعبة اليوم، كان في نقص بالمواد اليوم وبتحضيراتك للمشروع؟ أكيد طبعا هذا
هذا الشيء موجود كل فترة بنحاول نلاقي المواد اللي مطلوبة، القوالب، الحشوات، الباكجينج بيكون أحيانا موجود وأحيانا لا، أو إذا كان موجود بيكون سعره نوعا ما كبير، بس إنه الواحد بده منيح إنه عم بيلاقي هاي المواد هلا أفضل من قبل، موجودة أكثر من قبل. يعني مرام اليوم اكيد ما بيخلى الامر من كل هذا الجمال والابداع، وشايفين انه انت كمان عم ترسمي على القطع الشوكولا شجر وقصص، وكمان بتواكب الاحداث، يعني هلا مناسبات واعياد، شو كان الطلب اكثر شيء؟ التوصيات اكثر شيء بغير المناسبات؟ شو بتكون التوصيات؟ هلا هدول الشوكليت بومب هن البيست سيلرز، يعني كثير محبوبين بالذات بفصل الشتاء، هي اللي بتنحط عليها الحليب السخن، فلذيذه بهذا الموسم، بتعطي دفى وبتعطي اكيد شوكولا، بتعطي سعاده. طيب اول قطعه اشتغلتيها شو كانت وكيف كانت الاصداء؟ خبرينا اكثر. هلا اول شيء كان عملته قطعه شوكولا محشيه بزبده الفول السوداني، وكانت قطعه شوكولا دارك، لانه العالم كانت تحب نوعا ما الامور الصحيه، فكانت نوعا ما هي هذا موضوع صحي يعني، فانبسطوا عليها، طعمتها طيبه ونوعا ما قليله السعر. حلو. مرام رح نبقى نحن باجواء الشوكولا ورح نتعرف اكيد على فوائد اكثر للشوكولا، اكيد ممكن كثير اشخاص ممكن تكون ما بتحبها او بتجهل فوائدها، رح نتابع سوا ضمن هالتقرير. للشوكولا مذاق لذيذ يعشقه الجميع، على الرغم من المخاوف الكثيرين من زيادة الوزن، إلا أن للشوكولا المستخرج من بذور شجرة الكاكاو فوائد مذهلة. فقد ربط فريق بحثي بين الشوكولا وحالات السعادة والاستقرار الذهني وصفائه، وكشف الفريق بأن تناول الشوكولا الداكنة بتركيز عال من الكاكاو يمكن أن تعدل مستويات الإجهاد والمزاج وحتى الذاكرة أيضاً، إضافة إلى العديد من الفوائد أهمها يخفض مستوى الكوليسترول في الدم. فقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن الشوكولا يحتوي على سيترول النبات والفلافانول الكاكاو الذي ليس له أي تأثير على مستويات الكوليسترول في الدم، وتشير النتائج إلى أن الاستهلاك المنتظم لقطع الشوكولا قد يدعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض الكوليسترول وتحسين ضغط الدم، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أشارت الأبحاث التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن استهلاك الشوكولا يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة الثلث. فعندما تتجمع الصفائح الدموية تؤدي إلى التجلط، والتي بدورها قد تسبب الأزمات القلبية، فتناول الشوكولا يعمل على الحد من هذه المشكلة، تمنع السكتة الدماغية. فقد أكدت دراسة كندية أن من يتناول الشوكولا أكثر من غيره يحد من تعرضه للسكتات الدماغية، فمكون الريسفيرترول وهو مركب مهم في الشوكولا مفيد للدماغ والجهاز العصبي وأيضاً يطيل العمر. ويشير العلماء في كلية هارفارد الطبية إلى أن شرب كوبين من الشوكولا الساخنة يومياً قد يساعد على إبقاء الدماغ بصحة جيدة ومنع تراجع الذاكرة لدى كبار السن. وقال الباحثون إن الشوكولا الساخنة يمكن أن تساعد في الحفاظ على تدفق الدم بمناطق العمل في الدماغ. يعني مثل ما تابعنا مرام فوائد كثيرة اليوم للشوكولا، فوائد مهمة للجسم إن كانت للكبار أو الصغار، خلينا نعطي لسه كمان أهمية الشوكولا وفوائدها. تمام. هلا هي واحدة من أهم القصص إنه هي بتعطي شعور بالسعادة، إنه وهذا الشيء كثير مطلوب، وبالذات الصبح مع فنجان القهوة هي كثير بتعدل المزاج، وأكيد نحن بنعرف إنه هي مضاد أكسدة بسبب الكاكاو اللي فيها، وزبدة الكاكاو هي بحد ذاتها هي مادة دهنية طبيعية ومفيدة. تمام. طيب هلا خلينا نعطي هيك معلومه، اكيد رح يكون عندك معلومه، الاشخاص اللي عم يعملوا دايت دائما بيقولوا لك انا بخاف، اكيد الجسم بده يتطلب شوكولا وسكريات وقصص كثير، بس كثير بخافوا بيقولوا لك بيشتهوا الشوكولا العاديه بدون دارك يعني. تمام. فشو بتنصحيهم هون؟
تمام. هلا مؤخرا صار في الشوكولا حتى الدايت فيها سكر، بس سكر ستيفيا هو هذا سكر نباتي طبيعي، فهذا شيء آمن كمان موجود، حتى موجودة بحشوات ممكن تكون كمان يعني شوغر فري وصديقة للدايت يعني. تمام مريم، اليوم يمكن كثير من السيدات او الصبايا بحبوا يتعلموا كيف بيكون الشوكولا، كيف بتتم صناعته بالبيت تحديدا. طيب اليوم انت من خلال بداياتك ومن خلال مشروعك وخبرتك لهلا قادره انك تعلمي هدول السيدات؟ اكيد اكيد طبعا. انا كثير حتى بفكر بهي، بتجيني هي الفكره انه يكون عندي هيك ولو كورسات بسيطه. ممكن نشوفك بالايام القادمه في كورسات لحضرتك؟ ممكن ممكن، ولو المبادئ او الاساسيات يعني، انه تساعد بهذا المشروع. اكيد مرام فرحه اليوم كنتي معنا، وان شاء الله هيك بدنا نتمنى لك الكثير من التطور، وان شاء الله بنسمع اخبار حلوه ويصير في عندك براد خاص لك. كل التوفيق لك. شكرا لك. شكرا لك، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق. اهلا وسهلا فيك.